فقدنا أو أصبنا هذا الأسبوع في فقد عزيز علينا هو سامي، اسمه كاسمي، الشيخ الصادق بن عبد السلام الغرياني رحمة الله تعالى عليه. تخرج في كلية الشريعة في جامعة محمد بن علي السنوسي مبكرا عام 66 و67 من القرن الماضي الميلادي، فهو يعد لعله ثالث دفعة من دفعات الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت. والشيخ رحمه الله كان وفيا ودودا مواصلا نشطا، يعني رجل حركي، منذ أن كان في معهد طالبا في معهد أحمد باشا الديني كان له دور كبير في دعم جهاد جبهة التحرير الجزائرية، كان نشطا عرفته المساجد والمنابر، خطيبا ومنشطا للناس ودافعا للتبرعات، وكان دوره ليس فقط الكلام والوقوف على المنابر، بل كان يتصل بالحلقات القريبة من توصيل هذه المعونات، فكان يعطي وقته لجمع التبرعات ودعم جبهة التحرير الجزائرية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات من القرن الماضي وهو طالب في المعهد. وقد أوذي كثيرا من نظام القذافي ولم يسلم من زوار الفجر من حين لآخر، يهجمون على بيته ويأخذون كتبه ويأخذونه إلى يعني التحقيق وإدارات الأمن وكذا، ولكن الله في كل مرة يسلمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهاده وأعماله وأن يرحمه رحمة واسعة ويعوضنا فيه خيراً.